أما فقرتنا الحالية اللي راح كمان نحكي فيها عن بناء الطفل من جميع الأصعدة، وخاصة بما يخص برنامج الجامعي الصغير للبناء الفكري بشقيه المعرفي والبنائي مع المدربة فاتن الملا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يعني بالبداية خلينا نحكي ونطلع أكثر، شو هو برنامج الجامعي الصغير؟ برنامج الجامعي الصغير هو برنامج بحثي كان الهدف منه صناعة الإبداع والابتكار عند الأطفال واليافعين وإعادة الأعمار بالمجتمع الفتي. هو بناء متكامل لشخصية الطفل، عبارة عن شقين. في عندنا الشق المعرفي اللي حكينا فيه بالحلقة الماضية. الشق المعرفي بيتضمن عدة أركان: ركن محو الأمية الجامعية، الهدف منه اكتساب الأطفال للمعلومات الجامعية والتعرف على الفروع الجامعية واختيار الاختصاص المناسب لشخصيته حسب نمط الذكاء اللي عنده وحسب قدراته وحسب شغفه. الركن الثاني هو ركن محو الأمية التكنولوجية المعاصرة. خلينا نقول من حق الأطفال، يعني هي نحن شف لمسناها على حالنا، من حق الأطفال إنه يتعرفوا على كل الأمور التكنولوجية المعاصرة مثل علوم النانو، علوم محاكاة الطبيعة، هندسة الميكاترونيكس، الأسماء الرنانة بالعلوم. يعني للأسف نحن عنا أمية فيها، فحل الطفل إنه يكون بالمرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية عنده هالمعلومات ومكتسبة وقادر على النقاش مع أي حدا مثقف بيتواجد معه، قادر إنه يناقشه بهالمعلومات هاي. هلأ في عنا كمان الشق البنائي. بالنسبة للشق البنائي في عنا نحن عم نشتغل فيه على تجهيز البنية التحتية لشخصية الطفل. الطفل بحاجة لصقل لشخصيته لما قبل المعرفة، لما قبل تلقي المعرفة. فنحن عم نقوم هون بهالدور بهذا الركن. في عنا بناء نفسي، إذا عنده أي بؤر نفسية أو خلل نحن بنرمم له إياها. طبعا الفريق اللي معنا متكامل ومتخصص بجميع التخصصات اللي عم نحكي عنها. في عنا بناء اجتماعي، وهذا البناء الاجتماعي أنا برأيي كتير ضروري بالنسبة للأطفال. شفنا في ضياعات عم تصير، في فجوات كبيرة عند الأطفال، فهذا البناء الاجتماعي كتير ضروري. في عنا كمان البناء الإبداعي أو التفكير الإبداعي، يوصلوا لمرحلة الإبداع والابتكار. في عنا أهم شيء هو الأخلاق اللي تبنى عليه الأمم، اللي نحن لازم نجهز أطفالنا عليه، موضوع البناء الأخلاقي والتربوي والضبط الذاتي. نوصل الطفل لمرحلة الضبط الذاتي أخلاقيا وتربويا. رح نعطي أمثلة عن كل هالأمور. هلأ ما بعرف نحكي بالشق البنائي، خلينا بهاي الحلقة، لأنه الحلقة الماضية حكينا على الشق المعرفي اللي هي الطبيب الصغير والمهندس الصغير والمخبري الصغير، أخذنا فكرة عنه وتطبيقاته. بالنسبة للشق البنائي، هلأ بالنسبة للبناء النفسي مثل ما قلنا، نحن عم نفتح الطفل اللي عم يجي يسجل عنا بخليني أقول بجامعة الأطفال التمهيدية، اللي هي الحلم اللي بدنا نعمله نحن. وقت عم يجي يسجل عنا عم نفتح له نحن ملف شخصي بالتشاور مع الأهل عن حالته الاجتماعية، عن حالته النفسية، شو الفجوات اللي عنده، شو الثغرات اللي موجودة عنده، مشان نعرف نتوجه نحن والأهل بالتشاور معهم للدورة المناسبة لشخصيته. هلأ رح ناخذ مثال على هالدورات، مثل دورة الكوتش المدرب الصغير. أنا باعتقادي كتير ضرورية ولازم يخضعوا لها كل الأطفال. هون أنت مانك مضطرة ليكبر الولد ليخلص المرحلة الجامعية وبيضل بخجل وعدم ثقة بالنفس، ليكبر ليعمل دورة تي أو تي ليحاول يبني بنفسه. لا، نحن هون أطفالنا كلهم بمرحلة مبكرة عم نقوم ببناء شخصيتهم. دورة الكوتش المدرب الصغير عم تعطيهم اكتساب ثقة بالنفس، القضاء على الخجل، القدرة على الارتجال، القدرة على الإلقاء. فهو مدرب حقيقي. هي عبارة عن ثلاث مستويات. المستوى الأول بياخد فيها عن صفات المدرب، كيفية الوقفة، لغة الجسد، شو الحركات، شو الإيماءات اللي لازم يتصرفها. المستوى الثاني بيوصل لمرحلة ترتيب الأفكار، كيف ينتقل من فكرة لفكرة، كيف الربط بين الأفكار، يتعرف على أنواع المتدربين، المشاكس والمتذمر وهالأنواع هاي كلها، كيف يعرف يتعامل معهم بشكل ما يحرج نفسه ولا يحرجهم، كيف يتفاعل مع المتدربين، يكون تفاعله قوي عن
يعبر عن مشاعره بشكل محبب. المستوى الثالث يوصل لمرحلة الحقيبة التدريبية، بدها تكون بتخص نمط ذكائه وبتخص قدراته. والحلو بالموضوع انه نحن عم يكون المخرج عنا نوعي، انه يكون الاختبار مثلا بمركز ثقافي كبير، عدد الجمهور يكون كبير كتير قدام اهله قدام اعداد كبيرة، لنتأكد من القضاء على الفجوة اللي بالاساس صارت الدورة مشانا، انه هو قادر يلقي حقيبته التدريبية قدام هالجمهور الكبير وخلص من موضوع الثغرات كلها والمواضيع الخجل والعدم الثقة بالنفس اللي كان. نعم ست فاتن، يعني نحن اكيد ما بدنا نحكي، بدنا نشوف التطبيق مع الجامع الصغير يلي معنا. عرفنا عن حالك، صباح الخير. اسمي المدرب، اسمي محمد ناف الزعبي. اهلين يا محمد، يا حلو. احكي لنا قديش صار لك معهم بالبرنامج وكيف عم تداوموا وشو استفدت، باي مرحله صرت؟ هلا هي الدوره لها ثلاث اجزاء، لساتني بالجزء الاول. بالجزء الاول نتعلم كيف الوقفة وترتيب الأفكار والإيماءات. كيف مثل شو؟ عمل لي شيء أو أعطيه شيء نفذه. يوقف معلش. إيه معلش يوقف. توقف. نحن متدربين مثل ما دربنا. بس مسك المايك معك ليكل وقت. لا لا خليك قوم تعال عندي وقف هون. يا. مركب يلا وقف هون. يا. هو يتدرب على كونه مبرمج وكونه طبيب، فما بعرف شو حابب تختار. أعطينا هيك فقرة صغيرة عن المبرمج. طب. اسمي المدرب محمد ناف الزعبي، مدرب في مجال البرمجة. ماذا اخترت هذا المجال؟ لأن البرمجة لغة عصرنا الحديث، وأريد أيضا أن أبرمج ألعاب وتطبيقات هدفة للطفل كي ينمو نموا عقليا ناجحا. شعار مجموعتنا التعلم باستمتاع يحول الفشل إلى إبداع. لا مذيع منه. برافو عليك. لا هو بالقاعة التدريبية. هذا اختيارك ولا اختيار أهلك؟ اختيار واختيار أهلي. أنت حبيت هذا الاختيار؟ ايه؟ حبيت الفكرة تبع الجامعة الصغير؟ ايه؟ حبيتها؟ حبيت التجربة؟ شو تعلمت منها؟ قويت شخصيتك؟ ايه؟ بطلت تخجل؟ بطلت تخجل هيك قدام الكاميرات لك قد في عالم حواليك؟ لا ما بخجل. طب حابة تقدم لنا شيء هيك على الكاميرا؟ غير اللي قلته. هلا ما بعرف اذا بتقدر. هلا بالنسبه للمربي المصلح الصغير، هلا هي الدوره الثانيه اللي رح نحكي عنها، هو بس اذا بيعطينا هيك مثل بروفا عنا، انه نصيحه مثل ما قلنا عن الغضب او اي شيء بتحب تنصحهم فيه. انا بنصح انه الغضب سيء، ما يكون بنوبه غضب. يكون عندك صديق عزيز من سنوات تفقده فقط بنوبه غضب. او كمان بسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تغضب ثم لا تغضب. وفي عبد نومان بسمعها، إنه أكبر مشكلة تحل بالرفق، وأصغر مشكلة يعقدها الغضب. حلو. برافو عليك. حلو. مزبوط حكيك. يلا تفضل يا محمد وبرافو عليك. يعني محمد هو مثال من عدة أمثلة من أيضا الجامعيين الصغار يلي عندكم. هلأ بتلاقي كذا نوع، يعني في منهم الأطفال يعني صدقا عجد عم يستحوا يوقفوا، ما بيقدروا يقولوا اسمهم. يعني هدول اللي أنا بتوجه لإلهم، يعني بس بتلاقيهم بنهاية الكورس تخلصوا من كل هالمشاكل. يعني بناء شخصية للطفل كتير مهم، وخاصة بالمرحلة اللي عم نمر فيها من الضغوطات، إن كانت كورونا، إن كان قاعدة بالبيت، إن كان خفت بعض النشاطات. لكن فعلا هذا البرنامج يهدف إلى بناء شخصية الطفل. في أفكار جديدة، وخاصة كيف عم تتعاملوا في كورونا مع الأولاد؟ يعني هلا بالنسبة للأفكار الجديدة، في البرنامج بتضمن عدة أركان مثل ما قلنا. هلا اللي حكينا عليها المربي المصلح الصغير، كمان أنا برأيي هي كتير ضرورية، شفنا بهالوقت اللي نحن فيه وبهالأزمة أدت لنشوء بعض الأفكار المغلوطة عند الأطفال، أو الضيق والحاجة النفسية إلهم مثل ما قلتي من الملل، صاروا يتجهوا باتجاهات وسلوكيات خاطئة. فنحن هون بالبرنامج عم نركز على تعديل السلوك، بس أفضل طريقة أنا برأيي إنه لتضبطي الولد أو تعديل سلوكه هي مو إعطاء الأوامر، تخليه هو يشارك معك بالتربية. فهون هي المربي المصلح الصغير. أنا وقت بخلي الطفل هو مربي معي، بصير هو يربي اللي أصغر منه أو رفقاته
قادر على اعطاء الاوامر اللي بيكون بيدرسها، يعني هو عم يشارك معي بكتابه الاوامر، عم يشارك معي انه كيف يقنعهم فيها، فهو يعني اوتوماتيكي رح يقنع حاله اول ورح يكون متبعه اول. يعني مثلا حتى بالنسبه للتلفزيون انه كيف يختار البرنامج اللي بده يشوفه، وقت انا وياه بنقعد بنحط الخطوات والافكار وتبع حقيبته التدريبيه انه انا كيف بدي اقنع هذا الطفل انه يبعد عن افلام الكرتون السيئه او الشريره او الشخصيات الشريره، رح يدرس معي هو رح يكون مقتنع ومكتسبه. فانت هيك عم توصلي لمرحله الضبط الذاتي. فمثل ما قلنا حكالنا عن الغضب، فهو انا متاكده انه رح يكون بعيد عن الغضب. حكالنا عن اي شيء اصلاح مجتمعي، فهو رح يكون بعيد. فانت هون بتكسبي الاطفال، بيكونوا كلهم مربين معك، كلهم مصلحين معك، كلهم مدربين. يعني هو هذا الحلم الكبير، مثل ما قلنا الشق المعرفي كلهم متعرفين على كل الفروع الجامعيه، الشق النفسي شخصيتهم متكامله، ما عاد في ثغرات مستقبليه. اما هدول هي عم بحكي انا بالنسبه للفئات المبكره اللي ببلشوا معنا بالجامعه، مثل ما قلنا من 5 سنين لثمان سنين هي الطفوله المبكره. كمان هلا في اخته لمحمد فئه ثالثه. كيف شفتها بنهايه الدوره؟ حسنا. يعني ممتازه، يعني تماما، يعني فئه عن فئه بيتغير الطفل وبيتطور اكثر. ست فاتن نحن بدنا نتشكرك، وبدنا نتشكرك يا محمد، ان شاء الله بنشوفك بالفئات المتقدمه جدا وتكون انت ضيفنا وتحكي لنا عن البرنامج انت وزملائك. شكرا كثير لكم، شكرا لوجودكم معنا، وهيك بنتمنى لكم كل التقدم تدريب الجامعة، غير كل الطلاب يكونوا أخذين احتياطاتهم، وأنتم كمان. شكرا لوجودكم معنا.